بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة من تاريخنا الإسلامي، قصة جميلة بتحكي عن شاب جمع بين الشهامة والذكاء. حلو قوي لما يجتمعوا الاثنين مع بعض. شهامة لوحدها من غير ذكاء ممكن تدخلك في الحيط، وذكاء لوحده من غير شهامة ممكن كتير يخليك ما بتفكرش غير في مصلحتك، لكن لو اتجمع الاثنين شهم وذكي حاجة حلوة قوي. قصة النهاردة بتحكي إن في سوق من أسواق بغداد زمان في تاريخ المسلمين، كانت امرأة غلبانة فقيرة بتبيع سمن وماشية وشايلة السمن على دماغها عشان مين يشتري منها في السوق، وهي واقفة كده معدي راجل غني جدا باين على لبسه قوي بس متكبر قوي، يعني طالع فيها قوي. عد عليها السمنة بكام؟ قالت له بدرهم أو بدرهمين، غلبانة يعني حاجة بسيطة. قال لها عايز أشتري منك. جاية يا عيني الست الغلبانة تنزل السمنة من على دماغها عشان تديله، وقعت السمنة على الراجل، غرقته، غرقت العباية بتاعته من شدة غضبه. قال لها أنا مش همشي من هنا لغاية ما تدفعيلي تمن العباية بتاعتي. يا عم ست مسكينة غلطت، طب تغسلهولك، تدفع تمن العباية بالكامل، مش هسيبك. تقول له أنا بربي أطفال ما فيش فايدة، طب كام تمن التوب؟ 1000 درهم. 1000 درهم؟ الست الغلبانة دي تدفع 1000 درهم؟ قالت له أنت تفضحني هكذا؟ أنت بتفضحني في السوق؟ لا أملك، لا أملك أن أنا أدفع لك. قال لن أتركك حتى تدفعي 1000 درهم. مين بيتفرج على المشهد ده؟ شاب، ولد كده شاب شهم وذكي، واضح ان هو ابن ناس، ابن عيلة. فدخل مالك يا ست، حكيت له الحكاية. فبص للراجل المتكبر دون وقال له انا ادفع لك ثمن الثوب، ثمن العباية بتاعتك انا ادفعها لك. قال له تفعل؟ ادفعها؟ قال له نعم. كام؟ قال له 1000 درهم. قام طلع الشاب 1000 درهم ومديهوله. فالراجل انبسط قوي وبقى وخد 1000 درهم كده بضحك على الست دي. وإذا بالشاب بيقول له أخذت مالك؟ قال نعم. قال أعطيني العباية. قال أي عباية؟ قال العباءة التي تلبسها، أنا اشتريت. قال وأخلعها هنا وماذا ألبس؟ قال ليس شأني، أنت مش طلبت الفلوس وخدت الفلوس بتاعتك، اديني العباية بتاعتي. فالراجل المتكبر قال له لا خلاص، خد فلوسك اهي وأنا عايز أحتفظ بثوبي. قال له لا، مش أنا بعت لك خلاص؟ لو عايز بقى تسترد ثوبك تدفع 2000 درهم، ثمنه عندي كده. فالراجل قال له بس ده مش الحق. قال له هو الحق اللي انت عملته مع المرأة. يا جماعة لما بيكون عندنا قسوة على الناس بيجينا اللي يقسو علينا، وبنكون رحماء بالناس بتلف الأيام والناس ترحمنا. بسمة أمل لتاريخنا الإسلامي الجميل، بسمة أمل لشاب ذكي لكنه في نفس الوقت عنده شهامة ومروءة. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله.